عبد العالي طاهر عبد العالي، طالب دراسات عليا بكلية الفنون والإعلام، وأشتغل في المجال الإعلامي. بصراحة فيما يتعلق بالبيئة الدراسية في الدراسات العليا ومرحلة الماجستير بكلية الفنون والإعلام، رغم أن الكلية بحد ذاتها هي وليدة وكلية جديدة، وأيضا الدراسات العليا بالكلية هي وليد وشيء جديد، ولكن بصراحة تسير بخطى ثابتة وبخطى البالغين، يعني بيئة دراسية منظمة منمقة تليق بطلبة كلية الفنون والإعلام، سواء في المقررات الدراسية أيضا بكل ما يتعلق بالدراسة في الدراسات العليا والمرحلة الماجستير، التجهيزات للقاعة الدراسية لطلبة الكلية الفنون والإعلام في مرحلة الماجستير هي تجهيزات ممتازة بصراحة، بيئة تساعد على أن يكون وأن يتم خلق إنسان أكاديمي في مجال الإعلام. التكنولوجيا الموجودة في الدراسة فيما يتعلق بالدكاترة وأساتذة هذه الكلية، وخاصة في هذا القسم قسم الدراسات العليا، يساعد بشكل كبير على خلق تجانس في المرحلة الدراسية بين كل الطلبة، بين الطلبة والمناهج الدراسية التي تعطى لهم في هذه المرحلة. فيما يتعلق بالمقررات الدراسية، مع كل فصل من فصول الدراسات العليا يتم تطوير هذه المقررات، هي بالإمكان الحكم عليها بأنها تتماشى مع التطور الحاصل في المجال العلمي الإعلامي والأكاديمي. بصراحة الامتياز موجود في التجهيزات ككل في مرحلة المقررات. أيضا الموضوع الجميل في موضوع المقررات هو التفاعل بين الطلبة والتجهيز لأن يكون أستاذ جامعي بعد فترة نهاية هذه المرحلة الدراسية من الدراسات العليا، وهو جميل بأن يعد كل طالب من طلبة الدراسات العليا لكل مادة من هذه المواد أن يعد بحثا أو مشروع لبحث، ويتم وأن يقوم بشرحه هو شخصيا، تؤخذ عليه الملاحظات سواء من الطلبة الموجودين معه في القاعة الدراسية، أيضا من دكاترة المادة. هذا الشيء يعطي تفاعل أيضا مع مكتبة الكلية التي تزخر بالكتب المطلوبة في المجالات الإعلام المأخوذة في هذه المقررات. بصراحة ككل وحكم المطلق على الدراسات العليا تسير بخطى ثابتة نحو التميز، وهي بالفعل بدأت التميز بصراحة مع قرب تخرج الطلاب من دراسات العليا ومرحلة الماجستير في كلية الفنون والإعلام. الاستفادة كبيرة حتى للخلط بين الجوانب العملية والجوانب الإعلامية لخلق جيل أكاديمي له القدرة على أن يشتغل أيضا في المؤسسات الإعلامية، وأن يتابع النشاط الإعلامي بشكل أكاديمي وعلمي وعملي متميز بحول الله تعالى.